اشرحي لنا ايه سبب تسميته؟ انا هقول لك نفس الاجابه نفس الاجابه لان هو مفيش اجابه تانية. العلاقات الانسانيه والعلاقات العاطفيه بالتحديد بتحس فيها نوع من انواع المقامره. انت بتدخلي العلاقه وانت مش عارفه العلاقه دي هتكتمل او مش هتكتمل، حتى بعد ما بنتجوز انت بتبقي مش عارفه لحد بعد ما تتجوزي. انت يعني بتتجوزي انت عارفه هتكمل ولا لا؟ هي حالات الطلاق بيبقى الهدف انك مكمله. لا الهدف انك مكمله انت طبعا الهدف عامله بيت ليه؟ بس انت ضامن. لا ده بيد ربنا. بايد ربنا هي بقى دي الفكره. ده بتبقى انت بتبقى داخل حتى بيقول لك ايه دي بطيخه صح؟ انت ما تعرفش انت داخل جوه على ايه. فهو في شويه تحس ان هو من انواع المقامره في الموضوع، بالاضافه لان الحاجه الثانيه بقى ان الناس بيبقى عندها شغف بالتنبؤ. يا ترى لما اعمل كذا في العلاقه تمشي ازاي؟ يا ترى علاقتي بجوزي او بخطيبي او بصديقي ايا كان يعني العلاقه اللي موجوده بينا لو عملت كذا وهو عمل كذا طب احنا هننجح فيه؟ طب بتحسي في ميل للتنبؤ، الناس بتبقى عايزه تقرا وتسمع وتعرف كتير، وفي ناس بتوصل بيها ان هي بتقرا لك الفنجان، تروح انا والله انا عايزه اقرا اقري لي الفنجان مثلا يا فلانه عشان عايزه اعرف هيحصل ايه. ده حاله نفسيه دي مش اكتر من كده. طبعا احنا بنقول هي بتوصل لايه، ما بنقولش ان ده الاساس او ده اللي شائع، بس بنقول هي بتوصل لايه مع الناس. فعشان كده جه من هنا في دماغي ان الموضوع شويه مقارب لقراءات التاروت. بس هو طبعا الكتاب كله معلومات علميه، الكتاب علمي ما فيهوش اي حاجه في الحاجات